أما بالجهة المقابلة مشاهدينا الكرام لهذا المنزل المدمر، فنتحدث عن عائلات أبت أن تعود إلى هذه المنطقة أيضا وأن تنصب خيامها في الأراضي الفارغة، ولكن لا يوجد معدات، لا يوجد مقومات لهذه الخيام التي يمكن من خلالها أن تكون بيتا لهم ومكانا آمنا وساترا لهم، فاستعانوا بهذه المقذوفات التي خلفتها الآليات الإسرائيلية التي كانت تطلقها على هذه المناطق أثناء تواجدها فيها. فها نحن نشاهد هذا الشاب الذي يقوم بجلب هذه الفوارغ ويقوم بغرسها في هذه الأرض، حيث المكان الذي سيصبح منزلا له من البلاستيك ومن الأخشاب ومن هذه المقذوفات. إذا الفلسطيني الذي كان دوما يشتكي من قلة الإمكانيات، ها هو يستعين بما خلفه الاحتلال الإسرائيلي من مقذوفات إلى أن يجعلها مكانا وخيمة وأيضا منزلا يسكن به يأويه هو وعائلته. هذه المقذوفات كما نشاهدها بهذه الأحجام الكبيرة كانت يوما من الأيام هي التي يقوم الاحتلال الإسرائيلي من خلالها بقتل الفلسطينيين هنا في مدينة خان يونس، كما أنه كان يقوم بها بتدمير المنازل وتدمير كل ما هو أمامه في هذه المنطقة. ولعل الشواهد كثيرة هنا، المنازل المحيطة المدمرة في هذه المنطقة. الآن نتحدث ونحاور هذا الشاب الذي آثر أن يكون في هذه المنطقة ويقوم بإنشاء هذا المكان من خلال هذه المقذوفات الخاصة بالآليات. يعطيك العافية. الله يكون بعونكم. يعني احكي لنا شو اللي قاعد تعمله أنت وليش اخترت المقذوفات اللي كنت تعمل فيهم؟ ليش اللي بعمله؟ بداية احنا طبعا طلعنا من خان يونس بعد نداء الجيش بالترحيل، رحنا على رفح على المكان الآمن، صارت الحين هجرة رفح، فبدنا ننقل مرة تانية. رجعت على بيتنا لقيت بيتنا مكون من 5 طوابق عبارة عن رماد، والمنطقة اللي احنا ساكنين فيها حتى ما بقدرش احط فيها خيمة، فجد دورت على منطقة فاضية. هذا كان عبارة عن ملعب، هذا المنطقة كانت عبارة عن ملعب كرة قدم قبل ما يتم تجريفه بالمنظر اللي انت تشوفه الحين. فجينا نحطها بحيث انه انا الاقينا مكان يأوينا اقعد فيه لحد ما تقف الحرب. طيب شو اللي خلاك انك تستعين بهاي الفوارغ الخاصة بالمقذوفات الدبابات لتعمل فيها؟ احنا في وضعنا الحالي ما فيش امكانيات لا انك تشتري ولا في حاجات تشتريها اصلا. احنا بنستعين في اي حاجه بنلاقيها، ايش بنلاقي بنستعين فيه وبنشتغل فيه، نتعامل في الموجود. الله يكون معكم، يعطيكم الف عافيه وان شاء الله يا ربي ربنا يهونها. اذا مشاهدينا الكرام كما شاهدنا ولاحظنا، هذا هو واحد من بين مئات الاف الفلسطينيين الذين نزحوا قسرا مرارا وتكرارا بين النزوح من مدينه خان يونس والنزوح العكسي الى مدينه خان يونس بعد ان هدد الاحتلال الاسرائيلي مدينه رفح، فلم يجد له مكانا ولم يجد له بيتا، فوجد هذه القطعة الأرضية التي كانت سابقا كما قال لنا ملعبا وأنشأ عليها كما نشاهد بفوارغ القذائف الخاصة بالدبابات خيمة، وهو ينشئها لتكون مكانا يأوي عائلته ويأوي أسرته في هذه المنطقة. محمد أبو رموس الغد، غزة، فلسطين.